السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد عن ماينكرافت. طبعا ما شاء الله سمعت وحطيتها بس يومين اختفت، ما عاد لقيتها. حنقعد زي كذا فترة لين ما لقيت سمعت جديدة. فخلونا نبدأ. اوكي، طبعا حاليا ما في حل، برضو نزل فيديوهات لسه تبان، بس انا قلت حاجة حاكملها. فالمهم في العالم هذا كذا احفظ كيف انه فاضي هنا، بسوق كل اخترعت السوني بس عشان في الجوال. طبعا في اشياء ما تزبط، زي مثلا كذا انه كذا تسوي آلة طائرة لو على الكمبيوتر، لو على الكمبيوتر حتنفع، بس هنا في الجوال انت وحظك. احيانا كده تزبط، بس في الاغلب كده تروح قدام ورا. فما راح اقدر اعتمد على الشي هذا هنا، واشياء كثير كده تصير تشوفوها بس ما راح اقدر لانه. فالمهم طبعا انا احاول اسوي اشياء في الجوال، ويمكن ارجع للكومنتات. اوكي، رجعت لكم في اليوم اللي بعده لانه مشاركت كثير، ففقرت بخليها اليوم. فيا طبعا جاي قلت لكم افتكروا كيف من العالم الحين فاضي. باذن الله كم سنه من الحين حعبي. فجاي زي ما قلنا هذه اول حاجه بسويها، بس لاني ما في حل فبسيت كذا صغيرة، بس البداية. يمكن اسوي الحركات كمان انه زي انها تنور الاشياء هذي. قلت تعرف علشان اسرع، حتى لو غلقت الشكل ما راح يكون ذاك الشيء. لحظة اوقف هنا، وقت الكوماند السحري. هذا اوكي، طلعت اكبر مما توقعت. اوكي، الحين بعد ما فضيت المنطقة قررت اني بسوي حاجة مختلفة. ليه هذا؟ ايش هذا؟ بس المصعد ثلاثة. وليه قسمته نصين؟ لانه ما رح يقدر يشيل الوزن. فالمهم فوق الحين الخطة مثلا زي كذا.
انا شايف هنا شايف حق التوقيت كانت تنفع قدام في الشارع الثانية بس مو وقت الحين. اوكي طبعا هو المطلوب بس الاثنين ذول يشتغلوا في نفس زي كذا بعد ما ذول يشتغلوا هنا وهنا يصير وزي كذا اقعد اكمله لين النهاية. الحين وقت التفكير كيف حسويها. اوكي طبعا قررت بخلي المصعد بعدين لانه واضح انه ورا تعب. العدو كان مصعد بصوت الجيك زي كذا مع ما قصه زي كذا كان اطول بس ما حد يهتم الحين. والمهم انه كل بساطة زي كذا بوم بوم عشان كذا قلت انه اسهل حاجة. كذا من هنا بس واحد كذا ورد ستوناية خلاص كذا انتهيت. بس يبقى كذا كيت صوت تأخير خلاص اشبكه هنا وانتهينا. هذا يد كذا تسات مصعد الحين خليني اعدلها. الحين ليش ما نزلت؟ اوكي التأخير ما حد شاف شي بالبساطة هذي. واللي بقى لك زي مكاننا طبعا لازم الطبقة اللي تحت تكون كذا اوبسيدين. هو اقل مصعد العادي يكون اوبسيدين عشان الطبقة السلام يلمسها لازم نحط فيها اوبسيدين. هي كل الطبقات الا اخر طبقة تصير زي كذا. خلينا نحط الزر في مكان افضل. في حركة شفتها اعتقد ان تنفع هنا كذا. اوه انها مرة سريعة. طب خلت اثنين هذا المصعد اللي كنت قاعد اتكلم عنه حاليا. بس بجرب الشيء هذا انه هل ينفع كتوصيلة الحين كذا بعد ما غلقت التجربة.
ما تبدي هنا توقف. سلام قاعد اسقع حاجة. تم خلاص كده. ياب لازم كل كروب سيدي. هذه هو ايوه شكله مو حلو، بس مين قال صح يكون شكله حلو؟ طب مديني اسوي له حركات بس ما تنفع. هذا كل ده يعتمد على حاجة واحدة، عشان هذا يتحرك. طب ما هذا كذا يعتبر مصعد بداية، يعتبر كذا افتتاحية العالم. مع انه بغير، بس نسوي. وفي طرق ثانية احلى، بس ما تنفع الزوال. خلاص خليه كذا. اوكي طبعا هذا كان الفيديو حق اليوم. كيف العب بالشي هذا؟ هذا يمكن تحدي مستحيل انك تلعب زي كذا. ما تدري كيف تحطه بالبلوكات. هذا كان الفيديو حق اليوم، ومع السلامه.